الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 26 من الكتاب 46، كتاب البر والصلة والآداب، باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله. وذي الوجهين دليل المجاز، فالمجاز مستعمل في لغة العرب، يعني الذي يكلم هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني ليس له مبدأ ثابت عليه، بل هو يتلون بتلون الناس. فإن جلس مع أهل معصية عصى معهم، وإن جلس مع أهل طاعة أطاع معهم، وإن جلس مع أهل جدال يجادل معهم، وإن جلس مع أهل تسليم واستسلام يستسلم معهم، وهكذا هو يعيش ويتلون كالحرباء. يعني ربنا خلق صورته في عالم الحيوان الحرباء تأخذ لون البيئة اللي فيها، فيبقى ذي الوجهين في البشر هو حرباء، زي الحرباية، الحرباية تتلون بلون البيئة اللي هي فيها. والمسلم المفروض او الانسان المحترم المفروض ان يكون ليس حرباء، بل يكون على رأي واحد واضح جلي، فيكون ظاهره كباطنه، ده الانسان اللي هو المطلوب عند الله. فان وافق ظاهره وباطنه الحق كان ناجيا من اهل النجاة، وان لم يوافق الحق كان من اهل الخزلان، وان كان حرباء كالمنافقين كان في الدرك الأسفل من النار، فهو أسوأ من الكافر، لأن الكافر صريح فيه مزية الصراحة، لكن المنافق لا صراحة فيه، ففيه مع سوء الكفر الخداع. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام مسلم في صحيح الحديث 95 بعد 706 آلاف، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه. والكذب أن تقول خلاف الواقع، ده تعريف الكذب، أو أن تقول خلاف ما تعتقد. وفي فرق على فكرة، لما نقول الكذب وتعريف خلاف الواقع، يبقى الإنسان لو قال خلاف، لو قال ما وافق اعتقاده وكان مخالفا للواقع يبقى كذاب، ولكن هذا في الحقيقة تعريف عند المناطقة. خلاف الواقع ده تعريف المناطق، لكن خلاف ما يعتقد ده تعريف اهل الشرع. فهمت بقى؟ يبقى الكذب له تعريفان، تعريف عند اهل المنطق قال لك ان يقول خلاف الواقع،
الشرع اهل الشرع في التعريف الكذب الشرعي بقى ان تكون خلاف ما تعتقد. ندي لك مثال، يعني انت تعتقد انك نسيت اموالك في بيتك فذهبت العمل وليس في جيبك اي مال، هذا اعتقادك، نسيت. فجاءك انسان يطلب منك مال فقلت له والله ليس معي شيء، نسيت، فصدقك وانصرف، ثم وضعت يدك في الجيب الداخلي وجدت ايه؟ بقايا اموال انت كنت لا تعرف انها فيها. تبقى انت في الحالة دي كذاب عند المناطقة، صادق عند اهل الشر. فهمت بقى ازاي؟ شفت الفرق يجي ازاي؟ يبقى المناطقة انك انت تقول خلاف الواقع، سواء كان اعتقادك كده ومش اعتقادك، مالناش دعوة، المهم خلاف الواقع. لكن عند اهل الشرع ربنا لا يؤاخذنا الا باعتقادنا. فهمت ازاي؟ وبالتالي انا لو قلت حاجه وانا اعتقد انها فعلا كده وانا كنت مخطئ فانا لست كاذبا ولكن اسمي مخطئ، اخطات بس. فهمت ازاي؟ ورفع القلم عن ايه؟ عن الخطا والنسيان. ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان واستكروا عليه، فاخرج الكذب من الخطا. يبقى الكذب اللي جاء على سبيل الخطا مرفوع، لا اسم فيه. فهمت بقى المساله؟ عشان كده في فرق بين ايه؟ تعريف المناطق للكذب وتعريف اهل الشرع للكذب باعتبار المؤاخذه. فهمت ازاي؟ باعتبار جهه المؤاخذه عند الله. فلا بد انك انت تلاحظ الاعتبار، جهه الاعتبار مهمه. باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه. ويباح منه يعني يرخص فيه، يرخص فيه من باب الرخصه يعني. وعن ابي قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان امه ام كلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط وكانت من المهاجرات الاول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، اخبرته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا، ينمي خيرا يعني ينقل خيرا. قال ابن شهاب ولم اسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب الا في ثلاث، الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. يبقى في ثلاث احوال يجوز الانسان ان يقول خلاف ما يعتقد لوجود المصلحة. واضح؟ زي ايه في الحرب؟ الحرب خدعة، فممكن تقول للعدو ان القائد بتاعكم مات وهو ما ماتش، وتقصد انت القائد القديم اللي قبليه اللي مات قبله، ويبقى من باب التعريض، وفي نفس الوقت بتضعف ايه؟ اعدائك. يبقى الحرب، لان الحرب خدعة. وكذلك الاصلاح بين الناس، يجوز انك انت تقول والله انا سمعته بيذكرك بخير، هو اكيد ذكرك بخير في يوم من الايام بس انت ما سمعتوش، لكن انت تقول له انا سمعته يذكرك بخير، وتروح للتاني وتقول له سمعت الاخر يذكرك بخير، وهما الاثنين متخاصمان، فلما يسمع ده كده وده كده تهدأ نفسهما فينصالحا ويصطلحا. فهمت بقى ازاي؟ ادي يجوز هذا من باب التعريض. وكذلك حديث الرجل لايه؟ لامراته، يقول لها انت اجمل امراه شفتها في حياتي، وهي عفشه ما يجراش حاجه، بيكبر خاطرها تمشي الامور مثلا، او هي مش جميله يعني، هي جميله برضه بس مش اجمل واحده يعني، او مثلا يقول لها ده انا شفت فستان جميل وانا جاي، قلت يليق عليكي خالص وكنت هجيبه لك، وهو اصلا معهوش حتى ربع ثمنه. طيب خاطرها. فهمت ازاي؟ فكل ده جايز، وهي برضه تقول له كده انت اجمل راجل شفته في حياتي، وهو اصلا عفش ومعاملته وحشه، علشان ايه؟ تصلح العشره يعني. فيجيز هذا الشرع من باب ايه؟ من باب حسن العشره يعني. فهمت؟ مش معنى كده بقى انك انت تخلي حياتك كلها مع مراتك كذب وكذب بقى، بتقول له ما هو جاز، لا يعني دي على قدر الضروره يعني، حتى لا تكون الكذب عاده يعني. يعني تملي الكذب لاجل ايه؟ جبر الخواطر، تجبر الخاطر. فهمت؟
ويفضل انك انت تختار لفظ يحتمل معنيين كمان يسموه التعريض عشان ما يبقاش كذب خالص، فهمت؟ لان العلماء اختلفوا، هل يجوز الكذب المحض في الثلاث احوال دي ولا الكذب من باب التعريض؟ الامام الطبري ومن وافقه احنا معاه ان هو يكون من باب التعريض، وبعض الأئمة التانيين أجازوه أن يكون كذبا محضا في الثلاثة الأحوال دي، فهمت إزاي؟ لكن الراجح أنه هو يبقى من باب التعريض أفضل حتى لا يعتدي المسلم الكذب. يعني إيه التعريض؟ يقول كلمة تحتمل معنيين، فهم؟ زي ما سيدنا إبراهيم كده قال إني سقيم، فهموا أنه هو مريض البدن وهو معتل الفكر بسبب اعتقادهم الفاسد، فهم؟ وزي برضو قال فعله كبيرهم هذا، ويقصد مثلا صباعه كبير اللي مسك بيه القادون، وهم يفهموا انه بيشاور على التان، يبقى تحتمل المعنيين. قال للسارة مراته وهي راحة للملك اذا سألك عني فقولي اختي، اخته في الدين، لان لو قالت زوجي كان قتله الملك، فهم؟ وبعدين دعالها ان ربنا ايه لا يمكنه منها، فكل ما يجي يمد ايده عليها تتشل، ايده تتشل، لما قال انتوا جايبين لي جنيه عفريته بعد عنه. وبعدين ادها هاجر هديه ومشيت. القصه معروفه في البخاري. يبقى معظم كذب الانبياء تجده من باب التعريض. النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجره واحد بيساله اعرابي كده ممن انتم؟ يعني واخد بالك؟ فالنبي قال له من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، كلمه صحيحه. أم مشي الراجل يقول إيه؟ ماء الحيرة ولا ماء الحجاز ولا ماء اليمن؟ هل في قبيلة اسمها ماء؟ وقعد بقى إيه؟ شغل نفسه في الإجابة ومشي وخلصت. ولما سأله سيدنا أبي بكر من معك في الهجرة؟ قال معي هاد يهديني الطريق، يقصد الطريق إلى الله. والتاني فهم الطريق في السفر. وهكذا. يبقى إيه؟ الإنسان المسلم أما يجي يكذب، يكذب بطريقة تكون إيه؟ يعني تحتمل المعنى، فهمت؟ فالواحد ياخد باله من هذا. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث صالح وقالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب. وعن أبي قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد إلى قوله ونما خيرا، يعني نقل خيرا، ولم يذكر ما بعده. باب تحريم النميمة. والنميمة هي السعي بين الناس على سبيل الإفساد، يبقى نقل الكلام بين الناس على سبيل ايه؟ الافساد، خلاف الكذب اللي هو نقل الكلام بين الناس على سبيل الاصلاح، الكذب المباح اللي هو الرخص. النميمة العكس، ينقل الكلام بين الناس على سبيل الافساد والوقيعة، يبقى اسمه نمام. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة. العضه في لغة العرب هي البهتان والكذب، وعلى فكرة بتتقري بطريقتين العضة والعضب. العضه قراءة المحدثين، واخد بالك؟ على سبيل ايه؟ عضه زي ايه؟ زي ايه؟ وجه كده. لكن ايه عند علماء اللغه؟ العضه زي العده، فهمت ازاي؟ يبقى لها قراءتين، العضه ولم ايه مشكلها لك على طريقه المحدثين لا على طريقه علماء اللغه. علماء اللغه يقولوا العضه هي النميمه. العضه، العضه زي الوجه على وزن الوجه، العضه. يبقى ألا أنبئكم ما العضه، يبقى العضه على وزن الوجه، خدت بالك؟ البهتان والكذب هي النميمة.
القالة بين الناس، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا. باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يهدي يعني يقود إلى، يدل على. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر الصدق يهدي إلى البر يعني إلى الطاعة. والبر هي كلمة جامعة لكل ما يرضاه الله من العبد. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا، يعني يعتدي الصدق، يعتدي الصدق حتى يكتب عند الله إيه؟ صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، يعني إيه؟ يؤدي إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم إيه؟ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يعني الكذب يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، بدليل الآية دي. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، دي في سورة النحل. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه، دي بيبقى في سورة النحل. الآية دي في سورة النحل، في آخر سورة النحل، علشان تعرف إن إيه. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فالكذب مطابق، كأن الفجور هنا يهدي إلى الفجور، يهدي إلى الكفر. لما تجيب الآية مع كلام النبي عشان تشوف الفجور هنا إيه، كأنه يؤدي إلى الكفر في الآخر. يعني سوء الخاتمة، يعني سلب الإسلام من قلبه، نسأل الله السلام. ما الإنسان يعيش طول عمره كذاب كده، تخاف عليه من سوء الخاتمة، يجي يموت ممكن يموت على غير الإسلام. شوف دي إيه، فربنا ينجيه. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. قال ابن أبي شيبة في روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعن أبي قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حا قال وحدثنا إسحاق بن منصور الحنظلي إسحاق بن إبراهيم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، ولم يذكر في حديث عيسى ويتحرى الصدق ويتحرى الكذب، وفي حديث ابن مسهر حتى يكتبه الله. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب. الغضب معلوم أنه غريزة من الغرائز السبعية التي تؤدي إلى الانتقام أو تؤدي إلى الهرب. يعني أما تغضب وتلاقي اللي أمامك أضعف منك تقوم تنتقم منه،
ولما تغضب وتلاقي اللي امامك اقوى منك تهرب منه. فهمت ازاي؟ فالغضب صفة سبعية تؤدي لها صورة ايجابية وصورة سلبية. ايجابية لو كان اللي امامك اضعف منك تقوم تنتقم منه وتبطش بيه، واذا كان اللي امامك اقوى منك تقوم تهرب وتخنس. فهمت ازاي؟ وتجري. فعلى اي حالة دي الصورة صورة قبيحة، سواء الهرب او ايه او الانتقام، الاثنين لا يحبهم الله من العبد. فهمت ازاي؟ وبالتالي الغضب الحرام فيه ليس الغضب، لان الغضب لا ارادي. فهمت؟ الانسان لما بيغضب بيغضب بطريقه لا اراديه، لكن المنهي عنه هو ان تنفذ غضبك. عليك ان تكظم غضبك وغيظك. فهمت ازاي؟ لما تغضب اكظم غيظك، ولا تظهر في الخارج ايه تنفيذ هذا الغضب، لانك لو نفذت الغضب وانت غضبان اذا انتقمت سوف تظلم وتفتري على الناس. فهمت ازاي؟ وبالتالي الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب مين؟ المحسنين. ثلاث درجات، اذا غضبت اكظم الغيظ، دي اول درجه. الدرجه الثانيه تعفو وتسامح، وثالث درجه تحسن اليه. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. فهمت بقى؟ طب وازاي اكظم غيظي؟ يقول لك انا ما بقدرش، لما بغضب ما بقدرش امسك نفسي. في طرق علاج للغضب، هنقرا في الاحاديث ونشوف. يبقى النبي لما قال للصحابي لا تغضب، مش معناه لا تغضب يعني بيقصد بيه الانفعال، لا، يقصد بيه الانفعال الوجداني، يقصد بيه ايه؟ الممارسه الخارجيه للغضب. فهمت ازاي؟ يعني لا تنفذ غضبك وانت غضبان، لا تتصرف وانت غضبان، لانك بالطريقه دي قد تظلم. فهمت؟ يبقى لا تغضب يعني لا تنفذ غضبك، مش معناه لا تغضب يبقى تلم يعني ما فيش حاجه تغضبه. ما هو الذي لا يغضب اذا اغضب، والذي لا يفرح اذا فرح، يبقى ايه؟ يبقى حجر. الامام الشافعي يقول كده، الانسان لازم يغضب عند الغضب ويفرح عند الفرح. الانسان انفعالات، طبيعه الانسان كده، لكن الشرع جاء لك لتضبط انفعالاتك، فعليك ان تضبط انفعالك ولا تسير وراء الانفعال مباشرة. فهمت بقى المسألة؟ مش عايزك تبقى حجر، وفي نفس الوقت مش عايزك تبقى متسرع. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة، واللفظ لقتيبة، قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال قلنا الذي لا يولد له. قال ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. مين بقى الرقوب عند تعريف النبي؟ الرقوب عند العرب يعتبروا الرجل الذي لم يولد له ولد. فهمت ازاي؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، ده الرقوب هو الذي لم يقدم من ولده شيئا. يعني ايه؟ يعني ما ماتش حد من ولاده في حال حياته وصبر عليه. فهم؟ كأنه يرقب من الله الفضل يعني بسبب صبره على ما قدمه. قال فما تعدون السرعة فيكم، يعني القوة جاي من المصارعة، تسرع فلان يعني ايه؟ تتفوق عليه. قال فما تعدون السرعة فيكم؟ قال قلنا الذي لا يسرعه الرجال. قال ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثل معناه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وعبد الأعلى بن حماد قال كلاهما قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن أبي قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة. قالوا فالشديد
قالوا: فالشديد أيما هو يا رسول الله؟ قال: الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حياة قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا، وقال ابن العلاء: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، الأوداج اللي هي العروق التي في الرقبة كده تقوم تنتفخ كده عند الغضب وعند إيه رفع الصوت يعني، وتنتفخ أوداجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدي علاج الغضب أهو، تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب لسه غضبان، تروح تتوضى، لأن الغضب نار من الشيطان والماء يطفئ النار. طب الوضوء لسه ما جابش نتيجة، استحم اغتسل، فهمت؟ وغير المكان، اترك المكان اللي انت فيه، اخرج ما تقعدش في المكان اللي انت فيه، فهمت؟ يبقى دي طريقة ايه علاج الغضب. ولو انسان غضوب كتير يقلل اكل اللحمة، ده كلام مين؟ اهل التربية بقى المتصوفة. افرض الواحد اصلا طبيعته غضوب كتير، يوم يقول لك ياكل لحمة مرة في الاسبوع بس، وياكل بعد كده يعيش نباتي، لان تملي اكل اللحوم من الحيوانات مفترس، فهمت؟ الحيوانات اكل اللحوم تلاقيها مفترسه، يعني عندها ايه الصفه السبعيه قويه فيها، لكن النباتات ما بتفترس، واقفه في مكانها كده ما بتعملش حاجه. فعلشان تعالج الغضب بالغذاء تقوم ايه تقلل اللحوم بقدر الطاقه، فهمت؟ لو انت غضوب يعني طبيعتك غضوب ولسه بيعمل كده برضه، قلل اللحوم وبياكل نبات وقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل شويه بيستحم ولسه بيغضب، يكثر من الصوم، يكثر من الصوم بقى، يصوم كتير، فهمت ازاي؟ يقعد له كده قد شهر كده صايم كل يوم، صايم كل يوم، هتلاقي بعد كده تنكسر الصفه السبعيه اللي فيه، فهمت؟ وعليه بعد ده كله كمان يكثر من الصلاه والسلام على النبي، لان النبي كان احلم الخلق، فكلما تخلق باخلاق النبي ازداد حلما، لان الحلم يناقض الغضب، فهمت؟ فدي كلها وسائل لعلاج الغضب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: وهل ترى بي من جنون؟ قال ابن العلاء: فقال: وهل ترى؟ ولم يذكر الرجل، يعني الرجل ما رضاش ينطهر، قال له: ليه وأنا مجنون؟ هو أول جريمة حصلت في البشرية قتل قابيل لأخيه هابيل، كان بسبب الغضب، شفت بقى؟ فالغضب هو وراء كل جريمة، وراء كل جريمة وكل حرب وكل انتقام وكل وراءه غضب. فالإنسان لازم ياخد درس. وعن أبي قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت الأعمش يقول: سمعت عدي بن ثابت يقول: حدثنا سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفة؟ قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: أمجنونا تراني؟ يعني تأفف حتى يقول. يبقى لازم تراعي انك انت ان الغضب ممكن يجعلك حتى تمتنع عن علاجه، شفت قد ايه؟ فلازم بقى انك انت تتناول العلاج وانت غضبان، مش ترفض العلاج. وعشان تتناول العلاج لازم تكسر نفسك،
يعني خالف النفس والشيطان واعصيهما. تعود نفسك انك انت تخالفها وتأدبها، تبقى نفس مؤدبة كده بطرق ايه اهل التصوف اللي علموا الناس كيف يخالفون انفسهم بطريقة لا تهدم النفس بالكلية ولا تترك النفس على سجيتها فايه فتطغى، لكن بالاعتدال. قلة الطعام، قلة الكلام، قلة المنام. فهمت ازاي؟ قلة الطعام، قلة الكلام، قلة المنام، قلة المعارف، الانام. شوف قد ايه كل ما تقلل الحاجات دي النفس تتفطن، تبقى هادية، تهدى. تقلل نومك شوية، تقلل اكلك شوية، يعني تخالف نفسك. وازاي تقلل اكلك شوية؟ صوم يا اخي، صوم. بدل ما تاكل طول النهار تبقى طول النهار قاعد قافل بقى، الناس كلها بتاكل وانت قافل بقى. تقوم تتذوق نفسك الحرمان، تقوم نفسك بعد كده تنصع لك. فاهم؟ فساعتها لما حد يقول لك وانت غضبان قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تروح قايل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في ناس اما تيجي وهو غضبان تقول له اتقي الله، يقول انا مش متقي الله يعني. انما لما يبقى الانسان نفسه مهذبه اول ما يسمع اتقي الله يقول ايه؟ سمعنا واطعنا. غفرانك ربنا واليك المصير. فاهم؟ وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش بهذا الاسناد. باب خلق الانسان خلقا لا يتمالك، وخلق الانسان ضعيفا. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لما صور الله ادم في الجنه تركه ما شاء الله ان يتركه، فجعل ابليس يطيف به ينظر ما هو، فلما راه اجوف عرف انه خلق خلقا لا يتمالك، يعني خلقا ضعيفا، يعني فيه ضعف وفيه قوة، قوته يستمدها من إيمانه لا من أصل خلقته. فهمت؟ لكن من إيمانه. والله تعالى أعلى وأعلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شاء الله ناخذ أجازة ابتداء من غد، ونلتقي يوم الأحد 9 من محرم 2/11 في الفجر. يبقى في أجازة من أول يوم السبت اللي جاي ده للسبت اللي بعده. فهمتوا؟ عشان إن شاء الله مسافرين السودان، وادعوا لنا ربنا يوفقنا هناك وربنا يوفقكم حيثما حلتم. ونستودعكم الله الذي لا تضيع عندهم الوداع. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا رسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.